واحدة بتقول أنا يا سيدنا البابا آنسة عندي 23 سنة ومتقدم لي شخص يناهز من العمر 39 سنة، ولكن يوجد به صفات كثيرة تجعلني أوافق عليه، ولكني محتارة لأنه أكبر مني في السن. ما هو لازم اللي تتجوزيه يكون أكبر منك في السن عشان تشعر إنه راجل. أنت مش هتتجوزي عيل تطبطبي عليه، يعني لازم يكون أكبر في السن. إبراهيم قبل الآباء كان أكبر من سارة بعشر سنوات لما خلف، كان عمره 100 وهي عمرها 90، يعني أكبر منه بعشر سنين. المهم تكون صفاته كويسة وما يكونش وصل للسن اللي فيها نوع من العجز أو عدم القدرة في أي ناحية من النواحي. وجايز ترفضيه مع صفاته الكويسة وبعدين تدوري على واحد تاني ما يجيلكيش، لغاية لما يجيلك واحد على المعاش. ده انعاش يعني. السن مش هو المقياس الوحيد، يعني المقياس الكويس هو الشخصية.